بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة، وأرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب مع هذه الانطلاقة، انطلاقة ثالث الأشواط وهو الخاص بفئة القعدان الثنايا المحليات الأصايل من مسافة 8 كيلومترات، الحاضرة معنا هنا في عاصمة ميادين السباق في ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. أرحب بهذه الشعارات التي تنطلق هنا وتزين أرضية هذا الميدان. نسير مباشرة إلى المركز الأول، إلى الصدارة مع موفي للسيد هلال بن سعيد بن هلال الظاهري، من يقدم لنا موفي على المركز الأول، بينما نقلتنا القادمة إلى المركز الثاني وهنالك الدرع للسيد مبارك بن محمد بن لويع الخيالي، من يتقدم الآن على مستوى المركز الثاني. نقلتنا إلى المركز الثالث لنتابع مخوف عوض بن مهدي بن هادي الأحبابي، من يصل على مستوى المركز الثالث والمركز الرابع. نتابع رابع التحديات مع السهم مبارك بن خليفة بن ضبيب الشامسي، من يقدم لنا السهم الحاضر والمنطلق على مستوى المركز الرابع، بينما خامس التحديات مربش محمد بن مسلم بن سلطان المنصوري، من يقدم لنا مربش والمركز السادس الحذر سعيد بن علي بن مرزوق المنصوري، وسابع التحديات والانطلاقات مع هايج عبد الله بن خليفة بن علي الرزي الشامسي، من يقدم لنا هايج. نقلتنا القادمة مشاهدينا متابعينا الكرام مع علي حمد بن معيوف بن محمد العامري، من يقدم لنا علي الحاضر بهذا الأداء المميز، والمركز التاسع الوصول مع ميسور عبد الله بن جبر بن عبد الله الهاجري، من يقدم لنا ميسور، والمركز العاشر أختم به النداء القادم شاهين متعب بن حمد بن متعب العامري، بدأ يتقدم الآن على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة عشرة المراكز الأولى في ندائنا الأول لهذه الأسماء ولهذه الشعارات. العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول وإلى التحديات الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام، والأسماء التي تنطلق هنا وتبحث عن الناموس وعن الفوز والانتصار. وناموس عاصمة الميادين غير هنا، المقدمة والصدارة الظاهر لا زال على المركز الأول. هلال بن سعيد بن هلال الظاهري لا زال هو المسيطر على عرش الصدارة وعرش المقدمة، ولكن باللويع غير الأمور، انطلق إلى المركز الأول وإلى التحديات الأولى مع انطلاقة الدرع. الدرع المركز الأول مبارك بن محمد بن لويع الخيالي، من يقدم لنا الدرع الأول التحديات. المركز الثاني نتابع هنالك موفي للسيد هلال بن سعيد بن هلال الظاهري، من يقدم لنا موفي الحاضر على المركز الثاني، والمركز الثالث الوصول مع السهم للسيد مبارك بن خليفة بن ضبيب الشامسي، من يحتل المركز الثالث في هذه اللحظات. ثلاثة أسماء مميزة، ثلاثة شعارات كبيرة مشاهدينا متابعينا الكرام هنا مع انتصافنا لمسافة 8 كيلومترات. 4 كيلومترات انقضت وتبقى مثلها 4 كيلومترات مليئة بالتحديات، مليئة بالإثارة في ظل تواجد هذه الشعارات وهذه الأسماء المميز أيضا. القدوم على مستوى المركز الرابع، التقدم والانطلاق مع مخوف عوض بن مهدي بن هادي الأحبابي، من يقدم لنا مخوف الحاضر على المركز الرابع. المركز الخامس، خامس المراكز مربش محمد بن مسلم بن سلطان المنصوري، من يقدم لنا مربش، والخمسة المراكز الأولى التي تبتعد عن بقية المشاركين وعن بقية الأسماء مشاهدينا متابعين الكرام، ولكن
لكن بدورنا نتابع المركز السادس. من يحمل الرقم واحد؟ الحذر سعيد بن علي بن مرزوق المنصوري من يقدم لنا الحذر على مستوى المركز السادس، بينما المركز السابع هايج عبد الله بن خليفة بن علي الرزي الشامسي، وأيضا القدوم في هذه اللحظات مع ميسور عبد الله بن جبر بن عبد الله الهاجري من يقدم لنا ميسور الحاضر على المركز الثامن. المركز التاسع، تاسع التحديات شاهين متعب بن حمد متعب العامري، والمركز العاشر عالي حمد بن معيوف بن محمد العامري. هكذا هي النتيجة للعشرة المراكز الأولى في ندائنا الثاني لهذه الأسماء ولهذه الشعارات العودة إلى المقدمة وإلى الصدارة وإلى الانطلاق الأول والتحديات الأولى. مشاهدينا متابعينا الكرام، وشعارك يا بلويع، من يتسيد الموقف، من ينطلق على مقدمة هذا الشوط ليقود هذه الأسماء قيادة موفقة وقيادة سليمة على مقدمة الشوط وبوابة الثلاثة كيلومترات. ترحب بهذه الشعارات، جسر العبور، جسر الانطلاق، جسر التحديات المميزة. وبال اللويع على المركز الاول من يقدم لنا الدرع مبارك بن محمد بن اللويع الخيالي على المركز الاول على الصداره على التحديات الاولى، بينما نقلتنا الى المركز الثاني هنالك السهم للسيد مبارك بن خليفه بن ضبيب الشامسي من يتقدم الان على المركز الثاني باحثا عن الناموس، باحثا عن الفوز والانتصار، بينما المركز الثالث الوصول على ثالث التحديات مخوف للسيد عوض بن مهدي بن هادي الأحبابي من يقدم لنا مخوف على مستوى المركز الثالث والمركز الرابع. مربش السيد محمد بن سلة بن سلطان المنصوري من يقدم لنا مربش الحاضر بهذا الأداء المميز. والمركز الخامس الحذر سعيد بن علي بن مرزوق المنصوري من يقدم لنا الحذر. الحذر وانطلاقته المميزة بدأ يتسلل من الجانب الأيمن، بدأ بالتقدم وبدأ بالانطلاق، العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة. مشاهدينا متابعينا الكرام، شعار باللويع لا زال هو على الصدارة وعلى مقدمة هذا الشوط، وكعادة لهذا الشعار شعار باللويع من ينطلق على المركز الأول ينطلق على الصدارة، أول الباحثين عن الناموس وعن الفوز والانتصار. ونتمنى لك التوفيق يا باللويع من يقدم لنا الدرع على المركز الأول. 2 كيلومتر ما تبقى عن نهاية هذا الشوط، ما يفصلنا عن خط النهاية وعن الفوز والانتصار. باللويع يقدم لنا الدرع على المركز الأول. مبارك بن محمد بن لويع الخيالي، بينما المركز الثاني ثاني التحديات السهم مبارك بن خليفة بن ضبيب الشامسي من يقدم لنا السهم. والمركز الثالث مخوف عوض بن مهدي بن هادي الأحبابي من يقدم لنا مخوف، وأيضا هنالك الحذر سعيد بن علي بن مرزوق المنصور قادما على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس وصل مربش محمد بن مسلم بن سلطان المنصوري من يقدم لنا مربش في هذه اللحظات، ايضا الوصول والاندفاع مع شاهين متعب بن حمد ومتعب العامري من يقدم لنا انطلاقة شاهين القادم في هذه اللحظات، ولكن العودة الى المقدمة. نعود بحضراتكم، وكلما عدنا وجدنا هنا شعار باللويع على المركز الاول على الصدارة على التحديات وعلى الانطلاق الاول يتقدم هنا مع هذه الانطلاقة المميزة مع تواجد الدرع مبارك باللويع الخيالي. يا سلام من يقدم لنا الدرع، ولكن حذاري من الأسماء القادمة. وبدأنا بالاقتراب من لوحة الكيلومتر الأخير والخطير، كيلو التحديات. دخلنا أجواء ثلاثة أسماء مميزة هنا تنطلق على الصدارة، هجن الدار والاستقرار. الله انطلق السهم مبارك بن خليفة بن ضبيب الشامسي من ينطلق الشوط الرئيسي للقعدان. الثنايا المحليات الأصايل يقدم لنا السهم، السهم والعصافير البطان بدون أي توامر.
على الصدارة وعلى التحديات الأولى. المركز الثاني شاهين، متعب بن حمد ومتعب العامري من يقدم لنا انطلاقة شاهين الحاضر على المركز الثاني، الدرع ثالثا والعصا في البطان، ولكن العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة. جولة التحديات، جولة الأوامر، 400 متر الأخيرة والخطيرة، ينطلق هنا شعار الشامسي على المركز الأول وعلى الصدارة وعلى التحديات الأولى مع السهم مبارك بن خليفة بن ضبيب الشامسي، ينطلق على التحديات الأولى. تهانينا تهانينا والناموس نزفها من هذه اللحظات لمالك السهم مبارك بن خليفة بن ضبيب الشامسي على هذا الفوز والانتصار. لحظات وصوله هنا إلى 100 متر الأخير وبدون أي منافس ولا منازع على الإطلاق. تهانينا والناموس لك يا مالك السهم مبارك بن خليفة بن ضبيب الشامسي على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني شاهين السيد متعب بن حمد ومتعب العامري، والمركز الثالث وصل الدرع للسيد مبارك بن محمد بن لويع الخيالي، والمركز الرابع وصل مربش محمد بن سلم بن سلطان المنصوري، والمركز الخامس مخوف عوض بن مهدي بن هادي الأحبابي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك السهم مبارك بن خليفة بن ضبيب الشامسي على هذا الفوز والانتصار. هنا لحظات الإعادة ولحظات الفوز ولحظات التوقيت الزمني 12:46 وجزءا واحدا من الثاني ليتسجل التوقيت الأفضل في صباح هذا اليوم بشعارك يا بن ضبيب. تهانينا والناموس المركز الثاني، المركز الثاني شاهين للسيد متعب بن حمد ومتعب العامري، التوقيت الزمني 12:50:03 من الثاني. تهاني والناموس. بينما المركز الثالث كان الوصول مع الدرع للسيد مبارك محمد بن لويع الخيل 12:51 و8 من الثاني. تهانينا والناموس. بينما المركز الرابع كان الوصول مع مربش محمد بن مسلم بن سلطان المنصوري، والتوقيت الزمني لصاحب المركز الرابع 12:55 7 من الثانية. بينما المركز الخامس مخوف للسيد عوض بن مهدي بن هادي الأحبابي، والتوقيت الزمني 12:00 من لحظات الوصول لحظات الفوز بالمركز الخامس. مشاهدينا متابعينا الكرام 13:02 وجزءا واحدا من الثاني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.